الشارع اللي وراه. يلا قولك انا راح فرجيك. استنى لحظة، ما كنت عرفان انه هيك رح يساوي، صدقني. سمعت هالكذب؟ الله لا يعطيك العافية على هالعملة. قولك يا حقير، هالمرة تقوصت بسببك انت حيوان. لوين اخذون؟ احكي اللي ابنيت وين موجود هلأ. يلا احكي، بدك تحكي ولا؟ لحظة، بعرف المكان، صدقني لا تقتلني، عم بحكي الصدق والله. رح خبركن لحظة بس. طاهر لحظة. وقف، اهدى وخليه يدلنا، إذا مات ما رح نوصلن. ايه؟ احتمال يكون صادق، بالنتيجة مالنا خسرانين، بدنا اياه يضل عايش مشان يساعدنا. ليك إذا جيت ما لقيته اليوم وإذا نفس ما قدرت أوصل له، بحلف لك إنه رح أقتلك فوراً بعد ما أقتل الحقير فيدات. أنت عم تفهم؟ حكي عمالك، ما عم بفهم. رح فهمك بأسلوبي. ميغو، ناطر فيدات ليتصل فيك؟ انت مفكر انه فيدات رح يسلمك اللي طلبته ببساطة؟ متخيل رح يسلمك تسجيل عم يعترف فيه انه ارتكب جريمة قتل؟ اكيد اذا بده يرجعك. بالنتيجة هذا اخي وبدي امن عليه. هذا الفيديو رح يكون قنبلة عم بتهدد حياته لفيدات، فكيف متوقع انه يعمل هيك؟ مو على أساس ممكن يعمل أي شيء كرمالك؟ بقى شو؟ كأنه هلأ عم يتغير كلامك، ها؟ بيحرق ترابزون كله وحتى بيقتل، بس حياته ما رح يضحي فيها. إيه ليش لا؟ بده يحرق ترابزون قلتيلي، لنشوف مين رح ينحرق. طالما فيدات حيحرق ترابزون كله، مشان هيك ما فيني ضل هون، رح أربطك وأحمل حالي وأمشي. بعد كم ساعة بصير عتمي، رح تتركني لحالي مصطفى؟ بلكي انقطعت الكهرباء. ألو فاتح، قلي وينك أنت؟ على السفينة يا أخي، أنا بالبحر. ايه تمام، الله يوفقك. ايه وشو رح تعمل؟ رح دق لمراد. عنا بالشركة في مولدة صغيرة ظريفة، حقله يجيبها. بركين قطعت الكهرباء. شكرا كتير. Thank you.
على شو عم تتطلع؟ على شو برأيك؟ مراد أنت وصغير أكل ضربة شمس؟ يمكن واقع من الحضنة على راسي. صحيح، أخوك طاهر قديش رح يضل هنيك بجورجيا؟ ما رح يطول كتير، رح يوصل نفسه ييت ويرجع. شفته تأخر فقلت شكله رح يضل معه للبنت وما يرجع لهون. لا نظر، شو هالحكي؟ يمين هلأ من طاهر إذا بتريدي، يعني أنا ما جبتك لهون لنقعد أنا وياكي ونحكي عنه. لكن ليش جبتني لهون؟ قررت عيش معك التفاصيل اللي بتصير بالعلاقة العاطفية. لحظة، أنت شو قررت؟ عيد لشو؟ ليكي ما رح لف ودور كتير بالموضوع نظر، مالي كم يوم منفصل عن آخر حبيبة إلي وانتي بتضلي عم تطلعي علي دائما. أنا بتطلع عليك شو أحوال؟ ما بتطلعي، هداك اليوم لما كنتوا عنا أكلتيني بعيونك أكل. واتشردت بغير موضوع، بعدين واحد مثلك صايع وضايع ومو جدي، ليش لأحكي معه؟ الواحد لما يحب بنات حلوين ما بيكون صايع أبداً. هلأ قررت تحبني شو الشغلة بالدور؟ أنا ماني مثلون، قوم رجعني على البيت لشوف. الحق علي وافقت أطلع معك أصلاً. ليش عم تبتسم؟ ما ابتسم على حظي الحلو. حظك الحلو؟ عندي حبيبة وهي أحلى صبية بالدنيا كلها، والأحلى من هيك إنه فيني كمان عصبها إمتى ما بدي وكيف ما بدي. بس أنا ماني حبيبتك، مفهوم؟ إيه نظار، إيه. امشي خلينا نروح ناكل بشي قرنة، والله أنا كتير جوعان. حالفة ما باكل معك. شو رح تضلي تذكريني إني تركتك جوعانة بأول مرة التقينا فيها؟ ليكي يا بنت هالمرة ما في نقاش، تعي لشوف. لا حول الله، لك أنت شو فهمني؟ رجال المفروض. وينك ولا؟ عم تفصلني؟ أنا بفرجيك. جيب المولدة من الشركة على بيت الجبل بسرعة. ولك تكرم عينك أخي، بس قبل ما نروح ناكل في عنا مشوار صغير، اتفقنا حياتي؟ تكرم عينك أخي. تمام، المولدة على الطريق، بس توصل رح امشي. شكرا لك. سؤال، قولي لي ليش بتخافي من العتمة؟ مبارح هذا الوحش اللي فكرتي انا مين هو؟ احكي ايشن. فيدات مو هيك؟